الموت غاية كل حي ونهاية كل حي، ولكن ميتنا تميز بأنه شهيد، استشهد في سبيل الواجب، واستشهد وهو يؤدي عمله، واستشهد وهو يصر على أداء وظيفته كما يجب أن يكون الأداء، استشهد هو حي عند الحق تبارك وتعالى الذي قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يكفي أنه حي في الحياة البرزخية، وحي في الحياة الأخرى، وحي عند الحق تبارك وتعالى، فقد زكاه وقال أنه حي ولم يمت. هو في وجداننا أيضا مات ولكنه لم يمت، لأنه استشرف الحياة الحقيقية أن يؤدي واجبه دون تراجع، وأن يؤدي واجبه دون خوف. هذا شرف له وشرف لنا معه. رحمه الله رحمة واسعة، وتغمده وأسكنه مساكن الصالحين والنبيين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا.